كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال، في انتبه أشقال. اليوم باش نحكيه على عملية القرن في عالم الاستخبارات، هكا وصفتها الواشنطن بوست في التقرير الكبير متاعها، تقرير طويل برشا اللي كانت نشرته ويت البارح. تقرير يهم 120 دولة اللي كانوا ضحية تجسس، 120 دولة من بيناتهم تونس. الدول هذوما على مدة 50 سنة من عام 1970 هي شركة متاع تشفير، تبيع أنظمة متاع تشفير للدول، باش نجم الدول هذية تعمل مراسلات مثلا بين رؤساء الدولة والسفراء والجنود ووزارة الدفاع متاعها وجواسيسها، تليجرامات وكذا، ولا كلها بالتشفير، ما يتكلموش بالكلام اللي نفهموها الناس الكل. الشركة هذية شركة سويسرية، وإحنا نعرفوا سويسرا والحياد، ولكن الدول هذية تتعامل في بالها مع شركة سويسرية ما كانتش تعرف اللي هي لمدة 50 سنة تتعامل مع شكون شارينها الشركة هذية، CIA واستخبارات ألمانيا الغربية وقتها، وقت اللي كانت ألمانيا مقسومة على اثنين عام 1970. دول هذية تحط في برشا فلوس، في بالها قاعدة تحمي في المراسلات نتاعها، ولكن ما تعرفش اللي هي قاعدة تدفع في برشا فلوس، في نفس الوقت هي قاعدة تعطي فيهم في مراسلتها على طبق من ذهب لمدة 50 سنة. برشا دول كما قلنا، التقرير هذا يكشف اللي قاعدة معناها تحصلت عليهم، خاصة برشا أفلام تعملوا على هذا، راهو على روسيا، بين روسيا مثلا الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، برشا أفلام، برشا أفلام تعملوا بالطبيعة. خشيد يلزم يعملوا لنا الحمام الزاجل، الحمام الزاجل أحسن حاجة، وكمان ما تنجمش تخلط لها كيكا. حتى وكالة كما قلنا سويسرا اليوم اللي هي دولة في بالنا نذكر في بالهم اللي أكثر دولة محايدة، ولكن اليوم السؤال، سويسرا محايدة ولا لا؟ Sans mail, absolument. C'est une histoire absolument extraordinaire dont on a connaissance depuis quelques mois, mais depuis l'annonce aujourd'hui d'une ouverture officielle d'une enquête par les autorités suisses, cela prend encore un nouveau développement. Vous l'avez dit, CryptoHage, eh bien, ça a été pendant très longtemps le leader mondial des appareils qui servent à coder et décoder les messages secrets. Et fort de cette technologie et de la neutralité helvétique, eh bien, cette entreprise a vendu des appareils à une centaine ou 130 pays. Or, on a appris récemment par des documents déclassifiés que très tôt après la Deuxième Guerre mondiale, elle a collaboré avec les services secrets américains, que même dans les années 70, elle est devenue propriété de la CIA et des services de renseignement ouest allemands par le biais de fondations basées au Liechtenstein. Or, eh bien, cela a permis à ces pays d'accéder à des informations extrêmement sensibles, car les appareils vendus à ces pays étaient truqués, et ce, semble-t-il, avec la bénédiction du service de renseignement de la Confédération suisse. الدول هذه ما بينتها إيران على رأس القائمة، سعودية، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، سويسرا، الإمارات، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، وتونس كان ضحية للعملية هذه متاع التجسس لمدة 50 سنة. والحاجة الطريفة أنها وقت اللي ألمانيا توحدت في آخر ثمانينات عام 90، ألمانيا انسحبت من رأس مال الشركة هذه، والCIA والتي تجسس على ألمانيا والتي هي بيدها ضحية متاع عملية الاستخبارات هذه، عملية كبيرة. ونكتشفوا نحكي مع واحد من ضباط السابقين لوكالة الاستخبارات الأمريكية يحكي لنا على العملية هذه. أنا لن أقبل بتوصيفه بأنها عملية خطيرة، إنها عملية مذهلة في الحقيقة، وهي أكبر في نطاقها من أي سابقة أخرى في التاريخ، لكن لا تختلف من حيث الجوهر عن عمليات استخبارية مستمرة منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، بريطانيا العظمى أقرب حليف للولايات المتحدة في الحرب العالمية كانت تطلع على كل الاتصالات الأمريكية من دون أن تخبرنا بذلك. مهمة الأجهزة الاستخبارية هو تجنيد الجواسيس وسرقة الأسرار، هذا ما يقوم به زملائي وفي الوكالات الاستخبارية وما يقوم به نظراؤنا في الوكالات الأخرى. الإجابة ببساطة نعم، ربما هناك عمليات بديلة دخلت حيز التنفيذ. دونك بعد اكتشافها فما عمليات بديلة دخلت حيز التنفيذ، هذا صدر ما قامت به كريبتو في أنشطة شركات عندها علاقة باستخبارات دول كيما كاسبيرسكي الروسية وهواوي الصينية. وهنا نجمو نفهم حكاية هواوي وترامب وقت اللي ما حبوش، معناها صارت القطيعة ما بينتهم زوز، على خاطر تعرف أمريكا مليح شنية تنجم هواوي تعمل وقت اللي تدخل في اتصالات متاع دول والكل، هذاك علاش صارت القطيعة. نحكيو على الواشنطن بوست اللي هي كشفت التقرير هذية، هي جريدة قديمة من القرن 19 بديت، ولكن كانت عندها تفضح أكثر القضايا في العالم اللي يدخلوا حتى في العلوم السياسية اللي يتقرأوا في الجامعات، اللي بديت بالووتر جيت حتى لين برشا قضايا. قضية حالت في الموضوع هذا. شكرا لك هاجر.